أهلاً، كيف أخدمكن؟ حسناً، لنرى. في البداية يمكنك أن تعطيني كل المال الموجود في الدرج. لا أحد يتحرك. ما رأيكما؟ الواقع إن زيك فعلاً لامع. أرجو أن يذكر أحداً التلميذ الجديد بموطنه. من أي ولاية هو؟ تكساس. حسناً، هيا. مرحباً بيلي بوب. إذا لم تكن منشغلاً مساء الغد، يسعدني أن أدعوك للرقص على طريقة بيفرلي هيلز. ما رأيك؟ حسناً، هذه دعوة لطيفة منك، أحب ذلك كثيراً، أشكرك. سأمر وأخذك عند الثامنة. كيف تجرؤين على تقليد مظهري أنا؟ رجاءً، أنا اعتمدت هذا المظهر قبلك. مهلاً، من هي التي ابتكرت هذا المظهر هنا؟ من دون شك. ولا تنسي أن بيلي اتخذ قراره منذ قليل. هذه الفتاة هي سارقة أفكار ولن تفلت بفعلتها أبداً. ماذا هنا؟ مدهش، آخر شيء أحتاجه الآن هو مهمة جديدة من الهوب. لا أصدق، هذا أمر مدهش حقاً. لماذا تفعل هذا بنا يا جيري؟ من المؤكد أن كنا تعرفنا ما الأمر أيتها الفتيات. مرحباً. هل هذا مزاح ثقيل؟ لسنا نحن اللواتي ستون على المصرف. فعلاً لقد خاب ظني بكنا أيتها الفتيات. يا رجال، أريدهن داخل حوض السجن الكهرومغناطيسي إلى أن نعيد برمجتهن. ماذا تعني بإعادة برمجتنا؟ سوف نزرع رقائق معدنية صغيرة لتعديل السلوك داخل رؤوسكن، وهكذا لن تقوم أي واحدة منكن بأي أفكار عدوانية. لا رجاء، لا تفعل ذلك، إذا يدي عني جيري. عذرا يا فتيات، هذا خارج عن إرادتي. هذه الأحذية الكهرومغناطيسية بشعة وكريهة للغاية. ليست كريهة بقدر تلك الرقائق التي ينهون زرعها في أدمغتنا. يجب علينا أن نخرج من هنا ونجد السارقات اللواتي ستعون على المصرف. بالتوفيق. مهلا، لدي خطة. ما هي؟ واو، لقد حررت من قوة الأحذية. ولكننا ما زلنا عالقات في هذه الزنزانة. ليس طويلا. أؤكد أن حذاء ماندي لا يقدر على ذلك. إنهن يهربن. الرمز تسعة، الرمز تسعة. من هنا بسرعة، اجلبا كل ما تستطيعان حمله، سنحتاج إلى مساعدة. رائع. بعض الاسترخاء يا فتيات، كل شيء سينتهي بسرعة. الآن. كيف سنتخلص منهم؟ حان وقت الطيران. كيف سأجعل هذا الشيء ينطلق؟ لا أعرف كيف أضبط ساعتي الرقمية. افعلي أي شيء. أوه،
أصدق أن الجاري كان سيلمس دماغي. الأفضل أن نتوقف عن الطيران، تعبنا كثيرا. أنزليها قرب ذلك المستودع. أذكر أنني قلت قرب المستودع. هناك رائحة ولكنني لا ألوم قدراتي على الطيران. إنها آتية من هنا. واو، انظرا، مشبك شعري هو أداة عالية التقنية. إنه قمر صناعي مصغر يمكننا من الاتصال بنظام الحاسوب الأساسي لدى الووب. سنلقي نظرة أقرب عبر هذه الأداة التي بحوزتنا. لقد دخلنا. مهلا، أرجعيه. راقبا كلوفر المزيفة. لقد تركت قطعة من قميصي، أعني من قميصها، على نبتة الصبار. مؤسف حقا أننا لا نستطيع الدخول إلى المصرف. ربما هناك طريقة للدخول إلى المصرف من دون إثارة الشبهات. أظن أن هذا سيفي بالغرض. علينا التصرف بثقة. يسهل قول ذلك، فأنت لا تتنكرين بزي النادلة. أنت لست نادلة، أنت سائقة. ابحثي عن قطعة القميص. أهلا سيدتي. سيدي، هل أخدمكما بشيء؟ كنا نفكر فقط فيما إذا كنا نستطيع أن نودع في هذا المصرف الجميل جداً بعضاً من حاجاتنا وأغراضنا. ما رأيك؟ وجهك مألوف، هل التقينا من قبل سيدتي؟ أظن أن هذا مستحيل، فقد انتقلنا إلى هنا حديثاً من سويدنافيا. من السويدنافيا؟ أجل، بلد صغير وبارد جداً. ييه، لقد وجدتها. وجدت ماذا؟ عفواً، ماذا وجدت؟ يبدو أن سائقتنا قد وجدت مفاتيح سيارتنا الليموزين، فقد كانت ضائعة. أجل، يجب أن نرحل الآن، الجماعة في النادي بانتظارنا. إلى اللقاء. سيدي، لقد نسيت شاربة. لحظة، إنهن اللواتي سطون على المصرف. هذا غريب، ملمسه تقريبا كالبشرة. انظرا، إنه يحتوي على حمض نووي بشري. لا عجب أن ملمسه كالبشرة. لماذا قد يلبس أحدهم قميصاً ملمسه كالبشرة؟ لا أتصور كيف يستطيع أن يتنفس فيه في الطقس الحار. انظرا، إنها لم تخلع قميصها، لقد خلعت جلدها. هناك شيء آخر هنا، انظرا. مصانع ريبلاتيك، ما معنى هذا؟ فلنتفقد معلومات المجموعة. من الواضح أنهم هم من صنعوا هذه المادة المروعة. حان الوقت الآن لزيارة هذه المصانع. أنا سأقول. علينا أن نخفي الطائرة بحيث نحط دون أن يرانا أحد. تأكدي من الأمر، إنها تشبه قوة المجال. مهما يكن، تلك الطيور لم تطلق جرس الإنذار، لابد أنها معدة لتكتشف أي معدن يلمسها. كيف نستطيع التحقق من المكان من دون أن نؤذي أنفسنا؟ لما تكون المهمات الصعبة من نصيبي؟ وصلتنا الصورة. حسناً، يوهو، ما هذا؟ يبدو أن هناك أشخاصاً. ارفعاني حالاً، ارفعاني. ماذا حدث أليك؟ هناك من يهاجمني. مرحباً. إلى الأعلى.
إلى مساعدة؟ لا، بل أحتاج إلى حقيبة. أوف، كان هذا وشيكاً. وشيكاً؟ هاي، في حالي لم يلاحظ أحد، فأنا قدرت حول نفسي مثل لعبة اليويو، بالإضافة أنه قبض علي. ما هذا؟ يبدو وكأنه ظفر أصبع. إن حدسي يتحرك، سأحاول اكتشاف تركيبته. إنه مصنوع من المادة نفسها التي اكتشفناها في تلك القطعة، والحمض النووي يشابه الذي لدى كلوفر. حسناً، هذا محال. أنا لا يمكن أن أستعمل هذا اللون الباهت لأطلي به أظافري. نحن جاهزات سيدي. إذن الجاسوسات اقتربن مني، لقد قللت من قدرهن، هذا لن يحصل ثانية. إذن ما الصلة بين الحمض النووي والسرقة وربلتك؟ لا أعرف، ولكن أتمنى أن أكتشفها قريباً. إن مجرد فكرة إمضاء دقيقة أخرى في هذا لابد أنهم أمسكوا بنا. استسلمنا يا فتيات، المكان محاصر، ضيقوا عليهن ولا تدعوهن يهرب. سدوا عليهن جميع المنافذ يا رجال. سام، لقد نجحتي. هل رأيت كلوفر؟ أنا هنا. هل أنت بخير كلوفر؟ بالطبع. ماذا الآن؟ يجب أن نعود إلى المصنع لنكتشف ماذا يجري قبل أن يحولنا جاري إلى نباتات. ولكن كيف سنتسلل إليه؟ فالحراسة هناك أشد حراسة قابلتها في حياتي. أستطيع أن أجد طريقة. أعني ماذا؟ أظن أنني رأيت مدخلاً سرياً في الغابة. الأمر يستحق المحاولة. ولكن كيف سنرجع إلى الجزيرة؟ الطائرة موجودة مع رجال الووب. دعي الأمر لي. لابد أنهن آتيات، فليخرج جميع الأعضاء. ولكن أين ذهبت طائرتي؟ جيري لن يفتقد هذه، أليس كذلك؟ أوه كلوفر، يبدو أنك فقدت ظفرك. لابد أن هذا حصل ونحن في المستودع. عما نبحث بالضبط؟ أنا واثقة من أنني لمحت مدخلاً سرياً في هذا المكان. لا أفهم كيف استطعت أن تلمحي شيئاً في هذه الغابة. حسناً، إذن أظنك كنت محقة بشأن المدخل السري. هاي، مهلاً لحظة، ألم تقولي لي أنك لا تحبين الألوان الباهتة على الأظافر كلوفر؟ هذا سخيف. أنا أحب الألوان الباهتة على الأظافر. أنا أحب الألوان الباهتة على الأظافر. أحب الألوان. حسناً، هوني عليك، أنا أيضاً أحبها. ما هذا؟ اتركيني أيتها المزيفة. من أنتن؟ مدهش، أليس كذلك؟ أنا صنعت النسخ بنفسي. لقد ربيتها منذ أن كانت أصغر من أن ترى بالعين المجردة. شبه لا يصدق، أليس كذلك؟ كانت كلوفر مستاءة عندما سرقت ماندي مظهرها وقلدتها. ماذا ستقول عن هذه السرقة الآن؟ مهلاً لحظة واحدة، تبدو لي مألوفاً. إنه ماكر السارق، لقد احتاج شعري إلى سنة كاملة لينمو بعد تلك المهمة. كما ترين، تلك الواقعة كان لها ضريبتها. بعدما هربت من السجن صنعت هذه النسخ باستخدام الحمض النووي المستخرج من شعركن. الآن سأدمر حياتكن كما دمرتن حياتي. الآن سأستخدم جيشي من النسخ للسطو على كل مصرف مركزي في كل بلدان العالم وفي الوقت نفسه. طبعاً، الجميع سيعتقدون أنكن قمتن بهذه الجرائم.
وهل تظن أنك ستنجح بخطتك؟ راقبناني. إلى الطائرات يا فتيات. أرجو المعذرة منكن، علي التوجه إلى مركز قيادة في جبال الألب. انتهى أمركن. كلوفر، أنت حية. أجل، أنا وأكثر من 100 كلوفر أخرى، هل رأيتما تلك النسخة مني هناك؟ طبعاً، لذلك علينا الخروج من هنا وإيقاف هذا الشرير. ولكن كيف؟ لا! إلى جبال الألب قبل فوات الأوان. ها هو، يبدو وكأنه يستعمل جهاز التحكم لتسيير النسخ. كيف سنستولي منه على جهاز التحكم؟ علينا أن نجد طريقة وبسرعة. هيا لنبدأ. إلى مواقعكن يا فتيات، لقد حان الوقت. فلنرى إذا كنتن سريعات مثلنا، هيا لنبدأ. الآن اللحظة الحاسمة يا فتيات، ما الذي يحصل؟ لماذا لا تسرقن المصارف؟ ماذا تفعلين بنسخي أيتها الفتاة الحمقاء؟ تعاملي. انتهى أمرك. دع شعري. نحن لسنا سارقات، لم نسرق شيئاً. لقد اتضح أنكن كنتن تحاولن تبرئة أسمائكن فقط. من الجيد أنكم اكتشفتم ذلك قبل أن تحولون إلى مخلوقات منمطة. أرجو أن تقبلن خالص اعتذاري وأسفي يا فتيات، أنا متأسف. أنت تأسف؟ حسناً، ولكن يجب علينا أن نلقنك درساً قاسياً حتى تثق بنا. لا أيتها الفتيات، لا، أنا آسف فعلاً، أنا حقاً آسف. والآن بعد أن اهتممنا بتلك النسخ السخيفة، حان الوقت لمعاقبة ماندي على كونها سارقة. سارقة؟ ألا تعتقدين أن في هذا مبالغة؟ هذا ما هي عليه، ولكنها لن تحصل على فرصة سرقة هذا اللباس. لا أعرف كيف أقول هذا لك كلوفر، ولكن معقول؟ أنا أستوحي أفكاري من هذه المجلة. لم أعد أظن أن ماندي سارقة، لا أصدق أنني أقول هذا، ولكنني مدينة لها باعتذار. توقفي حالاً أيتها السارقة. بيلي بوب؟ هاي يا فتيات، أحب أن أعرفكن بصديقة العزيزة ألفا، أليست مميزة؟ صديقتك؟ ولكنني صممت هذا الزي خصيصاً من أجلك بيلي بوب. بصراحة أنا لم أحب زي الفتيات التقليدي في تكساس، لذلك قمت بمغادرتها. ماندي، لا، أنت من سارقة. ماذا هناك كلام بارد؟ أنت سارقة، أنا أقول هذا. أنت تحاولين أن تمشي مثلي كل يوم. كلوفر، أنت مجرد سارقة في هذه المدرسة.